اصحاب المعالي وزراء خارجيه الدول العربيه الشقيقه معالي السيد احمد ابو الغيط امين عام جامعه الدول العربيه اتوجه بخالص الشكر والتقدير للساده الوزراء ورؤساء الوفود الدول العربيه الشقيقه ولجامعه الدول العربيه على عقد هذه هذا الاجتماع الهام بما يتيح المجال للتشاور والتنسيق حول تطورات الاوضاع في الجمهوريه العربيه السوريه، وتجديد دعمنا لاشقائنا في سوريا في سبيل سعيهم للخروج من ازمتهم المستمره في اقرب الاجال. هذه الازمه التي امتدت تبعاتها السلبيه من ارهاب ودمار ونزوح ولجوء الى سائر دول المنطقه والعالم. وصولا الى فقدان شعب شقيق له اسهامات تاريخيه في الحضاره العربيه لمفهوم الوطن الامن. وبكل اسف، فقد استمرت معاناه اشقائنا السوريين عاما تلو الاخر، بل وتفاقمت نتيجه تعثر التوصل الى تسويه سياسيه للازمه، وتعدد التدخلات الخارجيه فيها. وانصراف انتباه المجتمع الدولي إلى قضايا أخرى مما أنتج حالة من الجمود التام طالت لسنوات وهو أمر كان لا يمكن لنا كدول عربية السكوت عنه بعدما بات مصير الشعب السوري بكافة أطيافه مرتبطاً بالمواءمات على الساحة الدولية والتي تشهد حالة من الاستقطاب غير المسبوق، وأصبح رهينة للجماعات الإرهابية، التي زجت إلى الساحة السورية بواسطة دول وتنظيمات لتحقيق أغراض سياسية، بحيث كرست وجودها على الأراضي السورية، وبقى الشعب السوري بمفرده في مواجهة تحديات عديدة ومتراكمة اثقلت كاهله. وصار التساؤل المشروع في هذا السياق عما حققته نتائج تدويل ازمة دولة عربية شقيقة، وعن حقوق ومستقبل ابناء شعبها. وتولي الدول العربية اولوية كبيرة لان يكون لها اسهامات اسهاماتها الملموسة والمباشرة في صياغة حلول ازماتنا. وهو الأمر الذي يحظى باهتمام خاص في مصر انطلاقا من إيماننا بمبدأ الحلول العربية للقضايا العربية وبضرورة تكاتف وتضامن الأشقاء في تجاوز التحديات وأهمية تفعيل الدور العربي القيادي لتسوية قضايانا بأنفسنا والنأي بها على التعقيدات الدولية والإقليمية الأخرى حفاظا على مصالحنا المشتركه واوطاننا وامنها واستقرارها ومقدرات شعوبها. اصحاب السمو والمعالي الحضور الكريم، لقد اثبتت جميع مراحل الازمه السوريه انه لا حل عسكريا لها، وانه لا غالب ولا مغلوب في هذا الصراع، بل حذرت مصر على مدار السنوات الماضيه ومنذ بدايه الازمه من تداعيات الصراع المسلح في سوريا ومحاوله الحسم العسكري. ولم تلق هذه التحذيرات اذانا صاغيه. ومن ثم فاننا على اقتناع تام بان السبيل الوحيد للتسويه هو الحل السياسي بملكيه سوريه خالصه دون املاءات خارجيه واستيفاء الاجراءات المرتبطه بتحقيق التوافق الوطني بين الاشقاء السوريين. وبناء الثقة ومواصلة اجتماعات اللجنة الدستورية على نحو يتمشى مع المرجعات الدولية وقرار مجلس الأمن رقم 2254 وبما يلبي تطلعات الشعب السوري ويحقق أماله المشروعة في غد أفضل ويضمن الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامتها الإقليمية وعروبتها وينهي كل مظاهر التدخلات الخارجيه في شؤونها بما في ذلك الاعتداءات على اراضيها ويفضي الى القضاء على جميع صور الارهاب وتنظيماته والفكر المتطرف دون استثناء ويوفر البيئه المناسبه للعوده الطوعيه والامنه للاجئين والنازحين ويفتح المجال امام البناء والتنميه مما سيعزز من عناصر الاستقرار في الوطن العربي والمنطقه ومن هذا المنطلق وصلت مصر جهودها بالتعاون مع أشقائها العرب والدول الصديقة والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا من أجل الإسهام في تحقيق هذه الأهداف وجاءت الاجتماعات العربية الأخيرة التي استضافتها كل من المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية في إطار تفعيل الدور العربي في حل الأزمة السورية من خلال مقاربة تنفيذية وفق منهجية خطوة مقابل خطوة، وبما يهدف لمعالجة جميع تبعات الأزمة السياسية والأمنية والإنسانية. ومما لا شك فيه أن انضمام الجمهورية العربية السورية إلى البيان الختامي لاجتماع عمّان يوم الأول من مايو الجاري، هو تطور إيجابي وخطوة هامة على صعيد إثبات حسن النوايا وتنفيذ التعهدات وتعزيز التعاون العربي العربي لحل الأزمة السورية ونتطلع في هذا السياق إلى مواصلة اتخاذ الخطوات التنفيذية للتطبيق الكامل لمخرجات اجتماع عمان ودعم المجتمع الدولي لها وبهذه المناسبة ففي الوقت الذي تطلع به الدول العربية بمسؤولياتها في دفع الحل السياسي للأزمة في سياق الجمود الدولي الحالي فاننا نشدد على ان الحكومه السوريه انه على الحكومه السوريه المسؤوليه الرئيسيه في الوصول لهذا الحل وتنفيذ الالتزامات ذات الصله، ونجدد كذلك التاكيد على ضروره وفاء الدول المعنيه بالازمه والمجتمع الدولي بالتزاماتها تجاه الشعب السوري. ومن هذا المنبر فاننا نعيد التاكيد على ضرورة إعلاء مفهوم الوطن الجامع الآمن ووفاء كل من الحكومة السورية والقوى الوطنية والمكونات السورية والمجتمع الدولي والدول المعنية بالأزمة بالتزاماتها كل تجاه الآخر لكي تعود سوريا إلى السوريين موحدة ومستقرة ومستقلة كما نحب أن نراها فلا يستقيم أن يكون من بين أبناء أمتنا العربية من هو لاجئ أو نازح أو متضرر من ويلات الإرهاب والاختطاف والحروب والكوارث. وختاماً نتطلع اليوم إلى المزيد من النقاش وتبادل وجهات النظر بين الدول الأعضاء الجامعة حول جهودنا في الشأن السوري ومسارات تفعيل آليات العمل العربي المشترك من أجل رفع المعاناة الشعب السوري العزيز. إذ أن علينا جميعا مسؤولية تاريخية لنقف إلى جواره ومساعدته على طي صفحة حزينة وطويلة من تاريخ من تاريخه وتاريخ الشعوب العربية شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته